السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم بخير. اليوم ريفيو مراجعه لهذا الميكروفون سون فيل، مايكروفون وايرلس بافالي من شركه EHF. نديروا له تيست داخل الدار وبرا اوتسايد، ونحكيوا على لاكاليتي تاعو والمواصفات ديالو بعد هذا اللي انترو. ودوكا نهضروا شويه على هذا الميكروفون. هذا الميكروفون جبته من علي اكسبريس كالعاده، حبيت ندير له ريفيو ونتستي ونهضر به. ديجا راني نهضر به دوكا، الصوت دوكا ماهوش اوريجينال، راهو فيلتري، راني معدلو بادوبي اوديشن. دوكا نرجعوا الاوريجينال وشوفوا لا ديفيرونس. دوكا راني نهضر بالصوت الاصلي تاعو، تسمى ريكورد الاصلي. واش رايكم فيه؟ اسكو مليح ولا لا؟ لازم نديروا له تعديل، تعلموا الادوبي اوديشن باش تحسنوا من جودة الصوت. وهذا الميكروفون يجي في هذه الباطة، هاي ليكم هذه المقلامة، هذه نديروا لها انبوكسينغ خفيف ظريف ونشوفوا واش يجي معها اكسسوارات. يلا اوكي. ما راكم تشوفوا يجي فيه ترانسميتر والريسيفر، وثاني فيه هذا الفومال جاك اوديو فومال مال، شغل ديرلو اكستنشن تحطو في الكاميرا. هاوليكم هذا شارجور تاعو، وتاني كابل تاعو جاي مدوبلي دوبل فيش، واحد يركب في الترانسميتر وواحد نركبوه في الريسيفر. وشعلوه بهاد القفلة، وكيكون الضو شاعل كونتيني تسمى راهو كونيكتي مع الاخر مع الريسيفر تاعو. منا تزيد وتنقص الجين، حاجة مليحة كي داروا له في هذا ترانسميتر. وبعد ما شفنا واش كاين في الباطة، دوكا نديروا له تيست برا، نخرجوا اوتسايد نشوفوا كاليتي تاعو تما، ونشوفوا المسافة الاقصى ماكسيمال ديستانس شحال اللي يحكم هذا وشحال كابتي بين ترانسميتر والريسيفر. وبعدها نعطيكم رأي فيه، وهل يستحق الشراء ولا ما يستاهلش. اوكي هاي نخرجوا برا. فوالا الخوا، دوكا رانا في الغابة، واحد الواحة لهنا في مدينة القرارة، وراني داير عليها فيديو يا اخي، راني داير عليها فيديو طبيعة والبرية لهنا في مدينة القرارة. نخليكم الفيديو في المقترحات من بعد. تاولي كيف دوكا راكم تسمعوا الصوت من الكاميرا، ودوك هاوليكم الريسيفر مازال ما حطيتوش، نحطوه في الكاميرا ونشوفوا كيف. ايوه دوكا راهو يمشي المايك، راكم تسمعوا صح الجين في الكاميرا، راني حاطو تحت في 40%، تقريبا 40% هكذا. ولا هنايا الجين تاعو في الترانسميتر راني مطلعو تقريبا واحد 90% هكا صح. واش نديرو دوكا؟ نقيسو المسافه الماكسيموم ديستانس شحال لي كابتي هاد الترانسميتر والريسيفر. راني عندي ابليكاسيون دوك نقيس منها، هاد لابليكاسيون اللي تعطي لي اكزاكت المسافه اللي مشيتها، وما كانش بزاف اوبستاكل هنا، كان شويه نخل برك لهنا في الوسط بالك نمشي موراهم، وكان شويه ريح. اسكو راكم تسمعوا الريح ولا صافا؟ يفلتر يسمى الريح هذا، نتوما حكموا على روحكم، من بعد في الاخر نعطيكم رايي فيه. وكاين حاجه اخوتي نسيت ما قلت لكمش عليها، هي الويند فلتر الترناتور، كنت ماكتيفيها ديجا، نسيت ما قلت لكمش بلي راني ماكتيفيها، على بها ما راكمش تسمعوا هذاك النويز تاع الريح بزاف. هذا الفلتر يريديوسي بزاف الصوت تاع الريح هذا، كينقصوا بزاف صح. دوك نقيسوا المسافه ماكسيموم ديستانس شحال كابتي هذا الكابتر. از جو واحد صح، انتم ريحوا هنا يا اخي ما تحركوش، دوك نجي بسم الله. ايوه هكذا رانا نتمشاو ونشوفوا شحال لي زعما كابتي لهنا 10 مترات. واش استجابه مليحه؟ شوفوا سمعوا هذا الصوت، هاي 30 متر هنايا، 30 متر شوفوا راني مور النخله هذه، شوفوا كاين استجابه ولا لا؟ لا لهنا 40 متر، 40 متر اسكو راكم تسمعوا مليح بيا صوته يمشي. الو حول حول زيدو كملوا، راهي 50. اسكو كاين تقطع؟ كاين مش عارف، كاين نويز الريح راكم تسمعوا فيه؟ لا لا دوكا راهي 60، دوكا راهي 60 الصوت راه مازال. يلا نولو، ما احلى طبيعه مع عصافير وتزقزيق والسماء شويه زرقاء. ودوكا تاني نسيو في تليفون، تليفون تاني يمشي فيه، دوك نحط التليفون
ونجرب لكم هذا ترانسميتر ريسيفر فيه. اوكي ايوه دوكا راكم تسمعوا الصوت من التليفون، راني حاطط الريسيفر تما هاو ليكم، راني حاطه في التليفون. واش رايكم في الصون؟ لا كاليتي تاع الصون واش رايكم فيها؟ ما تحكوليش على كاليتي ديماج تليفون بيان سور ما كان والو، باين كاميرا خير. واش رايكم في الكاليتي تاع الصون؟ او يمشي مليح؟ الو ايوه حول والله ما لقيتوش نهضر، ما نعرفش نعبر بزاف صح. نتلاقاو في الدار. اوكي ايوه انا ولينا درك الدار، وراكم شفتوا برا كيفاش كان يسجل الصوت وكيفاش كان يخرج، وانا هذا وين برك فيريفيتو في المونتاج. ودوكا نعطيكم رايي فيه، الميزات اللي عجبوني فيه واللي ما عجبونيش. نبداو بالميزات اللي عجبوني فيه. الحوايج اللي عجبوني فيه الحجم تاعو والسعر والبطاريه ديالو وكاليتي لبس بها. والسعر تاعو هاوليكم نكسبو لكم مينيمو الماكسيمو، فيه سعر شيبينغ هذاك يتبدل على من بلد لاخر، المينيمو البري تاعو الاصلي والماكسيمو بري هو مع سعر الشيبينغ تاعو. اللي ما فهموش كلمه شيبينغ، شيبينغ هي الشحن النقل من بلد لاخر، ماشي تشيبا ولا تفهموا حاجه اخرى. مهم شيبينغ هو الشحن، عنده سعر ويختلف من بلد لاخر. مهم تلقاوه هنايا هاوليكم. من جهه البطاريه، البطاريه تاعو كاتبين يشد حتى الخمس سوايع ماكسيمو ديريكت بلا ما يطفى. وانا سجلت به واحد الزوج سوايع وانا نخدم به، حتى دوكا مازال ما طفاليش لاباس او يمشي. وتاني عجبتني فيه حاجه واحده اخرى، حاطين زوج قفالي تاع زايد وناقص هذيك باش تزيد الجين في الترانسميتر خير ما تزيدو في الكاميرا. دونك في الكاميرا راح تنقصوا شويه، وفي الترانسميتر تزيد له دوك ينقص لك هذاك النويز من الكاميرا، وكي تزيدو من الترانسميتر يعطيك جوده تاع صوت احسن من ما تزيدها من الكاميرا. ما عجبتنيش فيها حاجه واحده هي التقطع هذاك، كي تفوت واحد 30 متر برا كي تعود تسجل برا، تفوت واحد 30 متر قريب ال 40 هكذا يبدا يتقطع شويه خفيف، ومن بعد كي تلحق واحد ال 50 يبدا يتقطع شويه في ال 50 يا اخي. بصح انا جربته برا كان شويه فيها الريح، والريح والشجر والحيوط هادو كاع ينقص لك في الارسال هذاك. من الاحسن ما تفوتش 30 متر، اهبط حتى ال 25، 20 متر تكفي. 20 متر كي تعود برا وفيه دي زوبستاكل 20 متر يحكم لك مليح وآلاز وما فيش هذاك تقطع. اما اذا كنت داخل صاله ولا اوديتوريوم قاعه محاضرات راك تسجل تما وطويله القاعه هذيك يقبض لك واحد 50 متر نورمال آلاز بلا ما يتقطع عادي، باسكو ما كاش دي زوبستاكل تما. دوك اخوا ابقى هذا رايي الشخصي وعلى حسب تجربتي في هذا يا برك، وهذا ننصحوا لواحد يخدم دي ريفيو ولا يخدم فيديوهات لليوتيوب ولا يسجل كاش انترفيو مع شخص واحد ولا ما عندوش ثاني دراهم بزاف وبيجي تاع محدود. ننصحك به تقدر تخدم عادي به، لازم تعدل فيه شويه بادوبي اوديشن باش تخرج كاليتي ما خير اللي راهو يمدها لك، هو تخرج كاليتي احسن من هذيك والله اعلم. وهذه هي المراجعه تاع اليوم اخوتي، ان شاء الله تكونوا اديتوا معلومه على هذا الميكروفون، ودمتم في رعايه الله وحفظه، طلعوا في رواحكم، صلوا على رسول الله.